السلام عليكم متتبعين قناة لمسة الشرق، مرحبا بكم عندي اليوم في القناة ديالي. اليوم غنصايب واحد الكاريت اللي هو كيجي لذيذ بزاف وساهل بمكونات بسيطة وموجودة في أي بيت، تقدر تدخل الكوزينة ديالك تصايبيها بمقادير كلها تلقايها في الكوزينة ديالك. كيجي لذيذ بزاف كالكوتي ويعجب الوليدات الصغار، ساهل وفي ساعة كيتخبز. يلا غتشوفوا معايا الطريقة والمقادير، ساهلين. ولا عجبكم هذا الفيديو شاركوا عندي في القناه ديالي. الناس اللي كتشوفني دابا باقا ما شاركتش عندي في القناه، فضلا وليس امرا شاركوا في القناه ديالي باش تدعموني. والناس اللي مشتركه عندي كنشكركم بزاف بزاف على الدعم، وشكرا على التعاليق ديالكم. لايك 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 حطوا لايك اللي عجبكم الفيديو، طبعا حطوا لايك. يلا تشوفوا الطريقه والمقادير. يلا نبداو على بركة الله، نعطيكم المقادير والطريقة. عندنا هنايا كاس ديال العنبة السنيدة، عندنا ثلاثة البيضات والرابعة البيض ديال البيض، عندي كاس ديال الزيت حتى هو ديال العنبة، عندي شويه الملح، قريصه الملح ضروري من الملح، جوج معالق ديال العسل، وغنخلط هاد المكونات مزيان. دابا غندير كيس ديال الفانيلا، حرك مقادير متوفرة في أي بيت ساهلين ويعجبو الوليدات الصغار. دابا غندير الدقيق، خميرة الحلوى جوج خمارات، من الأحسن العجن بإيدي، كيعجبني العجن بإيدي.
عطيتكمش العبار ديال الفورس، عطيتكم العبار ديال السوائل، والفورس على حساب الخليط. العجينة ما تكونش قاصحة، تكون شوية مطلوقة، شوية مطلوقة، ما يجيش يجي داك الغلط ديالي من الداخل، ما يجيش مبقص. القوام ديالو كيفاش كيجي، كتجي تلصق شوية في الإيد. ودابا غنغطيه واحد 5 دقائق ونرجع معاكم. دابا باش ملي خليتي 5 دقائق، دابا غنجيو باش نشكلوها. ملي كنخليها 5 دقائق ما كتبقاش تلصق بزاف، ولا كتخمر شويه. عندي هنايا صفر ديال البيض، باش غندهنوه من الفوق. وعندي هنايا بودر كاكاو، غنديرو معلقة ديال بودر كاكاو ولا نيسكافيه ولا بغيتي ديرو. أنا غندير بودر كاكاو، غادي نخلطها. غندهنو هاد الغليظ ديالنا من الفوق ونخليه على جنب. ودابا غنشكل الغليظ ديالي، ندير يديا شويه د الزيت شويه، كنخلي هاديك 5 دقائق ما كيبقاش يلصق ليا بزاف. عندي واحد الصينية فيها ورق الزبدة ولا دهنا بفيت زيت، الكميه اللي عطيتكم ديال المقادير كتخرج لكم كميه كبيره. كما تشوفوا معايا شحال يخرج ليا، ساهل تقدري في ساعه توجديه البوطيه. شفتو دهنت يديا بالزيت غير مرة واحدة في الأول،
دابا باش عبيت هذه الصينية، دابا غنغطي هذا ونخليه. دابا غنورك عليه شويه بصباعاتي، غير شويه ماشي بزاف. تنضغط عليه بزاف، السم ديالو دابا غندهنو بهداك البيض، صفرت البيض و درت الكاكاو. الفران اللي شغلت عليه الفوق والتحت، في ساعة كيطيبو البنات، مدوش معاهم الوقت، المقادير ديالهم ساهل وفي ساعة كيوجدو. ودابا فاش دهنتهم كاملين دابا غادي نزوقهم بالفرشات من فوق الشكل اللي بغيتو. الشكل انا اللي درت، بغيتو ديرو زيكزاك، بغيتو ديرو الشكل اللي بغيتو ديرو بالشوكل، الشكل اللي بغيتو ديرو نتوما. الشكل ديالهم زوين،
هذيك حاجه اللي ما واضحاش نعاودها عاود ندهنها الشكل ديالهم كيفاش جاو. ودابا غندخل من الفران شغلت عليه من فوق ولتحت دابا درت الصينيه الثانيه ودخلت الفران وهذا دابا درت الثانيه ندهن مع تاني بالبيض و درت الفرن كما كتشوفوا عندي خرج لي جوج صينيات كمية وفيرة هادو غندير ليهم شكل ندير ليهم زيكزاك دابا ساليت نقرب لكم شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي كي
انا خرجت الصينيه الاولى البنات من الفران، جات على هذا الشكل هذا، صراحه جاو زوينين. خليتيه يبردو حيت هشاش بزاف وخفاف. ها الصينية ديالنا البنات تانية، قالت ديالي كيفاش هشيش بزاف، نتي طلعيه من الفران، من الفران هشيش. وصلنا البنات لنهاية الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. يلا بسلامة.